حقيقة والله شاهد على ما أقول أن كل ما روج فهو خطأ. فارق أنا أشتي بالحضور ديالي يعني أدي شهادة حق. قال له صافي مشي بحالك. قال له والو أنا ضربني دوك جوج حجرات في يدو. المهم ضرب الأولى جات في الأرض، الثانية سبحان الله العظيم جاتو في هنايا فهمتي. صافي السيد مسكين شبر في الضربة تبارك الله معه وصحيح شبر في الضربة عيف يدو هيدا صافي ركب في السيارة يعني كل شيء قال بأن صافي عير شي جريحة صغيرة وصافي يعني ما بيناش عليه التأثر أصلا. بالنسبة للإخوان اللي متهمين بعض الأشخاص أولا ما كانوش حاضرين في الحادثة يعني حرام واحد أربعة ولا خمسة الإخوان يمشيوا. الشخص بالمواصفات ديال عز الدين ما يبغيش يضل من شي واحد. راه صعيب أربعة ديال الإخوان يكونوا في قضية وهم ما كانوش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لموقع طنجاوي على هذه التغطية الإعلامية في شأن واقعة ديال كزنايا اللي راح ضحيتها الأخ عز الدين وكانوا متهمين فيها خمسة ديال الخوت من منطقة كزنايا. أنا أشرف زمراني من ساكنة كزنايا. اليوم جينا باش نوضحوا الحقيقة، الحقيقة اللي كاينة، يعني الإنسان ما غادي يزيد لا هنا ولا هنا، يعني اللي كيهمنا حاليا هي شنو كاين، لأن في التغطية الإعلامية اللي عملوها بعض الإخوان الصحفيين مع الأم ديال الضحية اللي من هذا المنبر كنقولوا لها البركه في راسك في الوفاه ديال الابن ديالك. هذا امر ماشي هين بالنسبه لي لك، ولكن يمكنني ان اوجه اليك امي رساله، يعني مصداقا لقوله تعالى في سوره الحجرات الايه 6: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. بالنسبة لما روج أن خمسة ديال الخوت هما خمسة بهم هما عصابة إجرامية وأنهم كيدخلوا لديور الناس وكيتعدوا على الناس، وروج أن هما اللي مكلفين كانوا بالسوق، يعني ربما كانوا كيبتزوا الناس باش يعطيوهم شي إتاوة باش يفرشوا ولا كذا، وهما تجار كتجار مخدرات ولا كذا. فحقيقة والله شاهد على ما أقول أن كل ما روج فهو خطأ. ممكن أننا نقول يعني الواقعة اللي وقعت أنا ما حضرتش عليها، ولكن أنا كابن منطقة ديال كزنايا أنا كنعرفهم خمسة بهم، كنعرفهم خمسة بهم، تربينا مع بعضيتنا ماشي زعما يعني كنعرفهم، يعني سواء القاتل اللي هو الأخ محمد سعيد، هذا الأمر ديال القضاء اللي غادي ياخذ المجرى ديالو، احنا ما غاديش ندخلوا في الامور اللي هي قضائيه ولا كذا، احنا لا يهمنا حاليا الا الحقيقه كما قلت في الاول. اما القضاء فهو عليكم بالتحقيقات ديالو اللازمه لمعرفه الظروف وحيثيات وقوع هذه الجريمه، هذا هو الاهم. اما بالنسبه للاخوان سواء كاين خمسه ديال الاخوان، محمد سعيد اللي هو الجاني اللي هو قام بهذه الجريمه وذلك راجع يعني لظروف يعني باش من ماشي بصفته انه كمجرم. للاشاره فانا كنبغي نشير لواحد الحاجه هو ان محمد سعيد هذا الجاني اللي قام بهذه الجريمه ديال القتل فهو بيدو يعني كيتوفر على مكان في السوق النموذجي بجامعه ديال كزنايا، وما قاله لنا شخصيا يعني هذه الحاجه اللي غنقدروا نقولوها ونقولوها يعني وحنايا متيقنين من راسنا. السيد كيقول لك انا خصني بعد يعني ما بغاش يفرش في رمضان، فرش ديك اليومين الاولى ولا ثلاث ايام ودخل في حالهم الدار. علاش؟ قال انا بعيد عن المشاكل، انا ما خصنيش المشاكل، انا بعيد على المشاكل فهمتي. يعني انا بالنسبه لي اللي ما قدرتش ما حضرش، ولكن ما روج وما قيل ان كاين وقع شي شناءن يعني بعيد على الاخ عز الدين، ربما مع شي اشخاص اخرين ماشي مع عز الدين. والاخ محمد سعيد كان ناعس في اللحظه اللي قال لك ناض، انا يعني انا ما نقدرش نقول شي حاجه اللي انا اللي سمعت، يعني معنا شاهد عين اللي شاف الواقعه هو اللي غادي يقدر يحكي لنا، هو شاف الاخ ديالو ربما في شي وضع ولا شي حاجه كيضربوه ولا بغاو يتعداو عليه ولا كذا، جاتو النفس على اعتبار ان محمد سعيد روجت، سمح لي نقول لك روجت واحد الكلمه ان محمد سعيد حماق،
محمد سعيد هو ماشي حماق، محمد سعيد مريض، مرض نفساني، مريض مرض نفساني وليس بمرض نفساني احد، ولكن انسان ما يتحكمش في النفسيه ديالو، فهمتي؟ ما يقدرش يتحكم، شاف الاخ ديالو ربما في وضعيه ماشي هي هذيك، جاته النفس وهذه حاله طبيعيه في اي اخوان، فهمتي؟ لان كيف كنقولوا الدم كيغير كيغير، فهمتي؟ ما يقدرش انه ما غاديش يجي النفس على الاخ ديالو ولا كذا، ووقعت هذا الحديث. بالنسبه لنا الاخوان راهم بخمسه بهم كاملين، عندهم خمسه الاسر تشتتوا، زيد عليهم ام الضحيه والام ديالهم، يعني راه سبعه الاسر الا جينا باش سبعه الاسر راه وقع واحد، يعني بالنسبه لام الضحيه ماشي سهله عليها حقيقه، ولكن يعني اسره فيها خمسه ديال الافراد والام ديالهم كاملين مساكن لا اله الا الله وصافي. يعني شوف اللي عمل شي جريمه يستحق العقاب ديالها، اللي عمل شي جريمه يستحق العقاب ديالها، حنا ما كان هاد كوشي، ولكن الظلم ما يمكنش، الانسان خصو يعرف الحقيقه، يعرف مجريات ديال هاد الواقعه وصافي. السلام عليكم ورحمه الله، اسمي هشام بن عبد الرحمن، من الساكنه ديال فرحين زنايا. انا ذاك النهار يعني غير صدفه هوتني ان ذاك السوق اللي القرب متاخر شي سخرايده، صدفه باركيس الطوموبيل، فاذا يعني شفت يعني شي نزاع شكون الله اعلم من بعيد، صافي دخلت بحالي نتاخر شي خمسه دقائق عشرة دقائق خرجت باش عادي نمشي بحالي، فاذا بي كنجبر الشخص يعني الضحيه عز الدين الله يرحمه ومحمد سعيد يتناوبون الكلام، فهمتي؟ ف يعني تزيدوا في الهضره، عز الدين مسكين الله يرحمه قال له انا كنت عي كنفارق ما كنفارق، قال له صافي ملي انت كتفارق انا هادشي بالحضور ديالي، يعني هذه شهاده حق وانا نتحاسب عليها، فهمتي؟ لا قلتي حاجه نتحاسب عليها غدا يوم القيامه. قال له حقا انا كنت كنفارق وهذه يعني وجات فيا شي ضربه في يدي هذه، وانا قال له صافي مشي بحالك، يعني وقع ما وقع صافي مشي بحالك. جا هو قال له لا حقار ما حقار، محمد سعيد ما كانش يعني كان ديك الساعه انفعال، كانوا في يدو واحد جوج ديال الحجرات، صافي ديك الساعه قال له مشي بحالك، يا خو ما بغاش يمشي بحالو عز الدين. قرب من عنده عمل يدو من موراه هبط راسه هيدا، يعني هو كيقرب عند محمد سعيد، فهمتي؟ قال له صافي مشي بحالك، قال له والو انا ضربني دوك جوج حجرات في يدو، صافي ضرب الاولى، يعني انا لا شفتي كنت حاضر، ما كايناش يعني محاوله القتل بصفه نهائيه، فهمتي كيفاش؟ يعني بعدك الشيطان حضر، المهم ضرب الاولى جات في الارض، الثانيه سبحان الله العظيم جات هنايا، فهمتي؟ صافي السيد مسكين شبر في الضربه، تبارك الله معاه هو صحيح، شبر في الضربه عي في يدو هيدا، صافي ركب في السياره، يعني كل شيء قال بان صافي عير شي جريحه صغيره وصافي، يعني ما بيناش عليه التاثر اصلا. المهم دوزنا شي ايامات، قال لك يعني السيد مسكين رحمه الله، فهمتي؟ اما القضيه ديال كانوا خمسه ولا ثلاثه ولا اربعه ما كاينش هذا الشيء بصفه نهائي، هذا الشيء هذا بالحضور ديالي، يعني وشكون كانوا الناس حاضرين، ولكن شكون ما ديك الساعه اللي كيكون فيها النزاع ما كيكونش الناس مركزه على شكون اللي كان حاضر. المهم هز الدقه ركب واحد الطوموبيل صافي مشى بحاله، سمعنا ذاك الخبر بان السيد مسكين توفى. شي بالنسبه لنا الاشخاص هادو والله العظيم من اطيب خلق الله، فهمتي؟ وكنعرف دابا محسن اللي هو يعني صاحبي بزاف، ويعني هما كاملين كنعرفهم، ولكن باش يقولوا عليهم هذا الكلام هذا حرام، والله الا حرام، فهمتي؟ الناس طيبين بزاف وابناء عائله، فهمتي؟ ماشي زعما شي ناس متطرفه ولا هذه، والناس راه كتروج شي كلام ماشي هو هذاك، والله يهدي ما خلق وصافي. السلام عليكم، اولا السلام عليكم، معكم محمد صحيح فلوس من الساكنة ديال كزنايا. بالنسبة للحادثة قدر الله ما شاء فعل، أولا تعزيا الأسرة الأم الضحية، صاحبنا عزيز علينا عز الدين الله يرحمه ويوسع عليه. بالنسبة للإخوان اللي متهومين
بعض الاشخاص اولا ما كانوش حاضرين في الحادثه، على ما كيقولوا الاخوان اللي كانوا حاضرين ان ذوك الاشخاص راه ما كانوش حاضرين. يعني حرام واحد اربعه ولا خمسه الاخوان يمشيو في فهاد عندهم اسره ولادهم، هادشي اللي كنقولوا. الضربه جات ضربه ديال القدر، يعني يا خور قالوا مشكل معاه ما سنقولوا غالب الله. الضربه جات الضربه ديال الموت، هو اصلا ما كانش قاصد، واش قاصد يقتلو؟ انا رساله كنوصلها غير الام ديال عز الدين الله يرحمه ويوسع عليه، هذاك صاحبنا وبقى فينا، ولكن تشوف من الحال ديك الاسره اللي راه ولادهم ولا الام ديالهم الله يحسن العون، راه صعيب اربعه ديال الاخوان يكونوا في قضيه وهم ما كانوش فيها. يعني شخص واحد اللي متسرح. شخص واحد هو بيدو كيتحمل المسؤوليه ديالو، بيدو كيقول انا ضربت، ولكن حتى ذاك الدار اللي ضرب هو واش كان قاصد يقتلو؟ يعني كان دق ضربه جات عفويه، ضربه شيطانيه، بقى قضاء وقدر، دام الامانه امانته، الله يرحمه ويوسع عليه عز الدين. والاخوان اللي متهمين كانوا نطلبوا من السلطات تشوف منهم من هاي الرحمه حكم ولادهم ولا الاسره ديالهم، وتخرج وتسول هاد الاشخاص كيفاش النيه الطيبه ديالهم مع الاخوان ولا الجيران، عمر ما سمعنا عليهم شي حاجه اللي تقدر توصل بهم لهاد الحاله هادي. على حساب قضيه محمد سعيد، زعما الدراري خوتو اخرين اولا ما كانوش حاضرين ميدرب، ما كانوش حاضرين، والدراري اللي عمرها سلعه محسن ومحمد سعيد عاود ماشي قصد، ماشي زعما يقتلوا ولا شي حاجه، زعما الضربه جات شيطانيه فهمتي. وعلى حساب الدراري محسن اولا كان في كامبون، كاين عدد زعما اللي يشهدوا بلي كان في كامبو. رضوان دابا، رضوان عاود ما كانش حاضر مره، هذيك مره محسن بوعدك عادك تسمع هذيك عادك جاو زوار الحادثه وقعات فهمتي. على حساب الدراري اللي عمرها سلعه كيقولوا كيقطعوا الطريق كيتخلصوا في السوق تما مع عند الناس، هادشي هذا ما كاين والو، كيقطعوا كي زعما ضربوا الحباسات، ما عمره ما ضرب شي واحد الحباسات، واحد كان هادي صليب شحال هادي ما في هاد الساعة هادي ترانكيلو، زعما هادشي هذا زعما كيطيحوا عليهم بطل وصافي، زعما الدراري اللي عمرها سلعه. رسالة الأم ديال الضحية عز الدين رحمه الله، هي دابا بالنسبه لي هي غير سمعت فهمتي، وعز الدين نعرفه يعني كنعرفه، عز الدين انسان ساوي، انسان كان شابر الطريق ديال الله، انسان كان شوف هي سمعت وبغات يعني سمعت، والقلب ديال الام يعني طبعا راه غادي تجي الغيره. الام ديالي الله يجازك بخير، خلي عز الدين يرتاح، خليه يرتاح في القبر ديالو، لان الشخص بالمواصفات ديال عز الدين ما يبغيش يظلم من شي واحد. هادشي اللي بغيت انا نقول لك الام ديالي، الله يجازك بالخير، يعني عز الدين ما يبغيش انه يكون سبب ديال الظلم شي شخص اخر، وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.